إذا كنت إذا من كنت من المتابعين المتابعين الجدد، الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك ليصلك الجديد الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. كده نشوف مع بعض ازاي نشتغل على الروت. يعني ايه اشتغل على الروت؟ يعني زي زمان كنا بنقول 2 تايم 3 كنت بتقول لي على طول 6، ولما ما كنتش بتعرف وكبرت بقيت في جريد 5 فعملت لي كالكوليتر. طب احنا السنه دي احنا شغالين الراشونال نمبر، فبقى عندي سكوير روت وكمان بقى عندي كيوبيك روت. طب انا اعرف اعمل ده؟ المفروض مانوال، او لو انا مش عارف فانا هستخدم الكالكوليتر. مانوال يعني بعقلي منتال هاخد ال2 مع ال5 تايمز يبقى 10، واخد روت 3 تايم روت 3 فهنبتدي نلعب شويه. لما الاقي روت 3 تايم روت 3 انا اقدر بمنتهى البساطه انتو سكوير اهو، فتبقى 3 تايم، ولما يبقى عندي 2 زي بعض يخرجوا من السكوير روت بواحده. طب يا مستر وانا هتعب التعب ده كله؟ لا، كل ما الاقي سكوير روت هعمله تايمز في نفس السكوير روت يديني النمبر من غير الروت. كمان مره، ده روت 3 هعمله تايمز روت 3، هما الاثنين زي بعض طالما سكوير روت يخرج لي من غير الروت. يبقى خدنا 2 تايم 5 10، روت 3 تايم روت 3 يبقى 3. طب تعالى نلعب شويه كمان. لو انا قلت لك روت 2 تايمز روت 2 2، شكرا. لو انا قلت روت 5 تايم روت 5 5، ها تبقى 5. لو انا قلت روت 7 تايم روت 7، يبقى لما يبقى السكوير روت سيم نمبر يديني النمبر من غير الروت. ادي اول حاجه بنتعلمها، فال2 تايم 5 ب 10، روت 3 تايم روت 3 تديني 3، وفي الاخر اعمل لهم تايمز تبقى 30. طب يا مستر في طلبه واحنا جيل التيك اواي، فهيبدا ياخد ويكتب على الكالكوليتر 2 روت 3 تايم 5 روت 3. يلا وبسرعه نشوف الانسر. هنا بديني سكوير روت ل 63 اوفر روت 7. لو انا خدت الراجل الغلبان ده وعملت له برايم فاكتور يبقى هعمل ديفايد 7، او عايز ديفايد 3 انت حر، بس انا عشان عارف ان ال 7 مع ال 9، بعد كده ال 9 تلعب مع ال 3 تديني 3 وهنا 3. وعشان انت سكوير روت من كل 2 ايكوالي ناخد واحده، ودي هتفضل لوحديها، فيبقى السكوير روت ل 63 اداني 3 روت 7. الراجل ده مش هعمل معاه حاجه. لقينا اب وداون روت 7 هكنسلهم، تبقى الانسر الاخيره تديني كام؟ 3. ده للي عايز يشتغل منتال او قالته باظت او او او. فبناخد النمبر نعمل فاكتورايز، الفاكتورايز بتاعك 2 او 3 او 5 او 7 لازم برايم نمبر. طيب بعد كده عملنا سمبليفاي وادي الانسر. طب يا مستر احنا ما بنعرفش، يبقى هناخد الفورم ده كله الشكل ده كله وندخله في الكالكوليتر. يلا بينا. زمان بريب 1 خدنا حاجه اسمها اكسباند. اكسباند يعني نفك. لما يبقى في عندي بره نمبر او لتر فاريبل، ناخد الراجل ده ويدخل يعمل، وكمان يروح على ده ويعمل، فتبقى 2 تايم اكس ب2 اكس، وادي الساين بتاعتك زي ما تكون، و2 تايم 1 ب2، ودول لا بنعمل لهم لا بلس ولا ماينس. ليه؟ عشان دول لايك تير. طب ايه اللي دخل ده في شغل السنه دي الراشونال ونشتغل على روت؟ بص كده، ادي الشكل بتاعي. ادي هنا بدل النمبر خلاه سكوير روت،
بدل الاكس سكوير روت، بدل النمبر خليها برضو سكوير روت. هي نفس المبدأ، انا معايا حاجة برة فانا هعمل ديستريبيوت. يا روت 6 ادخلي اعملي ايه على مين، ويا روت 6 ادخلي على مين. حلو، نبتدي بقى هنقول. طب هنتعب يا مستر ونقول منتال ولا خلاص بقى نشتغل بالكالكوليتر؟ عشان حبيبي انت ما عندكش وقت والدروس فيها اسئلة اهم من ده، فانت هتبتدي بالكالكوليتر تعمل روت 6 تايم روت 3. يلا بسرعة ونجيب الانسر. انا عارف على فكرة، ها انا عايز بس استنى الكل هو كمان يتعود على الكتابة صح وما يكتبش الروت ويكمل، لازم يخرج منه. ها الانسر طلعت كام؟ 3 روت 2. شكرا، انزل الساين. يلا بقى هناخد روت 6 تايم روت 2. روت 6 تايم روت 2. روت 6 تايمز روت 2. ها قول مسحت. طيب اعمل انسر ايكوال، ها 2 روت 3. خد بالك بقى معايا ده اللي انا عايز اقوله واضيفه. هل بعد ما عملت كده ال 2 روتس دول ينفع اقول 3 ماينس 2؟ اقول له لا. لا ليه يا مستر؟ ده سكوير روت 2 وده 3، دول انلايك تيرم. تبقى مسالتك خلصت على كده. زي ما انا قلت ده اكس وده نمبر، ده فاريبل وده ابسوليوت، لا بلس ولا ماينس. انا عندي دول ديفرنت روت، يبقى انلايك تيرم، لا اعمل لا بلس ولا ماينس. ادي الفكره الثانيه اللي بنكمل اوبريشن على الراشنال نمبر. طيب لو جاني حاجه بالشكل ده، واحنا قلنا احنا معانا جيل التيك اواي اللي عايز يشتغل بالموبايل ويشتغل بالكالكوليتر ويشتغل بكل حاجه، وتجيله الحاجه كده على الجاهز ديليفري زي ما بيقول. طب المستر عايز ستيبس بسيطه. اتعلمنا زمان برضو بريب 1 لما يبقى عندي 2 براكت انا باخد الفيرست واعمله ديستريبيوت، ولما نقول ديستريبيوت يبقى انا رايح اعمل تايمز. طب يا مستر انا مطالب ان انا اعمل ستيبس. اه يا حبيبي، بس دي كمان ممكن اعملها مانوال، يعني ادخلها في الكالكوليتر واكتبها زي ما هي وتديني الانسر. امال ايه اللي هنحتاج له ستيبس؟ استنى عليا لما ندخل على الكونجكت نمبر. طيب تعالى برضو نعمل، احنا بنشتغل منتال بس في نفس الوقت هنشغل اله، فهناخد 3 روت 5 نعملها تايم 3 روت 5. يلا وانت خد لي 3 روت 5 اعملها لي تايم روت 7. حاضر، انت خدي لي روت 7، ما انا برضو هعمل دي كت تاني. حبيبي خد لي 3 روت 5 تايم 3 روت 5، خدي لي 3 روت 5 تايم روت 7، خدي لي روت 7 تايم 3 روت 5. هنلاقي اجابات جميله وحلوه خالص. الاولانيه 3 روت 5 اديتني 40. شكرا. يلا 3 روت 5 تايم اديتني كام؟ اديتني 3 روت 35. في مشكله؟ ولما خدنا دي مع دي اوعى تنسى ان دي نيجاتيف وبرده ها 3 روت 35. يلا كلنا مع بعض نقول بقى روت 7 تايم روت 7، دي بدانا بيها ب 7 ودي نيجاتيف تبقى تنزل نيجاتيف. يبقى انا استخدمت الكالكوليتر بس انا اللي بشغلها، انا اللي بقول انا هعمل ايه. بص بقى معايا، هتلاقي ده 3 روت 35 وده زيه، واحد بوزيتيف والتاني يعملوا ايه؟ يكنسلوا بعض. قلت بقى عندي 45 ماينس، ندخلها برضو في الكالكوليتر وتطلع لي الاجابه زي ما تطلع. احنا مش بنحفظ وزي ما تيجي. اديني يا عم عملت لك ستيبس وفي نفس الوقت شغلت الكالكوليتر وما خسرتش الدرجة بتاعتي. هنا الراجل الجميل ده بيقول لك أنا عاوز، بقول لك X equal والY equal. X equal أنا ممكن أعملهم في براكت، Y equal برضه أقدر أعملهم في براكت. طب مش عاوز ما تعملش.
طب امال انت محتاج اعملهم لما يبقى اكس واي يعني مفيش بينهم ساين، فانت لازم تعملها. ليه؟ لان انا هعمل تايمز. لكن لما تبقى بلس او تبقى ماينس، لا هكتب دي زي ما هي، بلس اكتب بلس واكتب دي زي ما هي. طيب تعالى بدل ما نقعد نحكي نقول الكلام ده. انا بقول لك اكس، كل دول الفاليو بتوع اكس اهو، لقينا بلس انزلها، لقينا ماينس انزلها. تعالى ناخد الفاليو بتاع واي. حاضر، ادي 1 ماينس روت 5. هل هنا محتاج ان انا اقول الفيرست واعمله ديستريبيوت؟ تعالى هنا اعملهم ستيبس هنا. ايوه اهو اهو، تاني ادي الفاليو بتاع اكس اهي كلها، وادي الفاليو بتاع واي. هل هنا اقول له اخد ال 3 وادخل اروح اعمل تايمز؟ لا يا مستر، دي مساله بلس وماينس، فبندور على اللايك تيرم. لما اقول لايك تيرم انا عندي 3 و 1 دول مع بعض يبقى يديني 4، وعندي ده سكوير روت 5 وده زيه، واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف يكنسلوا بعض، وادي الانسر بتاعتك. يبقى دي خطوه 2، مفيش اي مشكله. ايوه مفيش ولا ننقص ولا اي حاجه. حبيت اكتب دول في الكالكوليتر واقول ايكوال هيديني نفس الانسر؟ ايوه، يبقى دي عندي اهي الستبس وادي الانسر، كتبتهم كلهم في الكالكوليتر هيدي لك نفس الاجابه. تعال بقى نروح للاكس واي عشان احنا لسه قايلينها، فنشوف نحلها ازاي. الراجل ده بيقول لي اكس واي مفيش بينكم ساين، وادي الاكس، يبقى انا هاخد الفاليو بتاع اكس اهي واخد الفاليو بتاع الواي. الله، انت كده رجعتني للدرس اللي احنا كنا بنقوله. دلوقتي دول اتنين براكت، حابب تشتغل بالكالكوليتر هتدي لك اجابه، حابب ان انت تعمل ديستريبيوت ناخد الثري ونعمل ديستريبيوت تايمز 1 وتايمز روت، وارجع اخد روت 5 تايمز الاثنين، انت حر. هسيبكم تحلوها واشوف كده عرفنا ولا لا. خد بالك بقى معايا، زمان انت خدت اي سكوير روت، اي سكوير روت كان زمان ممكن يبقى اكس ماينس 2 اول باور 2. علشان اعمل اكسباند لازم تقول يديني 3 تيرمز، لازم تقولها. طيب ايه هما؟ بعمل الفيرست سكوير وبلس دايما ما بتتغيرش، باخد السكند واعمله سكوير، وبعدين باخد الفيرست تايم السكند تايم 2 اسمها توايس. يعني اخد ده اعمله باور 2 واخد ده اعمله باور 2 وبعدين اقول ده تايم ده تايم 2. طب ده كان فين؟ ده كان بريب 1. طب احنا كبرنا والاسئله بقت كتيره، علشان اقعد اضيع وقتي في كل ده انت ضاع منك الامتحان بدون داعي. طب هنعمل ايه؟ هنقول الكلام ده بس ننفذ على طول. تعال بقى نشوف ازاي بننفذ على طول. كل ما تلاقي، احنا اتفقنا الاول ان ده كله ممكن ادخله في الكالكوليتر ويديني الانسر. طب يا مستر انا عايز احل بستيبس، بص كده، هاخد الراجل ده باور 2 واخد الروت 2 باور 2 واقول بلس واخد ده تايم ده تايم 2، ولازم تقولها كده فيرست تايم سكند تايم 2، يبقى دي روت 8 تايم روت 2 تايم 2. طب يا مستر ما ينفعش افكر كنت قبل ما ادخل على الرول ده؟ قال لي ينفع طبعا. ايه هو بقى؟ ان انا لو بصيت للروت 8 يا 8، هو انت ينفع اعملك فاكتورايز يمكن تبقي اصغر شويه؟ تاني انا خلاص اهو الطالب جري راح داخل في المساله على طول، مع انه لو ادى نفسه فرصه يا 8 انت ينفع اعملك فاكتورايز، اعمل ديفايد 2 فيها 4 كمان 2 فيها 2 كمان 2، ومن كل اتنين زي بعض تخرج واحده وتيجي تتحبس. بص بقى، يبقى المفاجاه السكوير روت لل 8 بقت 2 روت 2. ايه ده بقى؟ بص بقى يا معلم، يبقى ده كله تعب. طب ما انا دلوقتي اديتك فكره احلى، الروت 8 بقت 2 روت 2، شكرا، وادي روت 2 وكل ده اقول باور 2. بص لي هنا، ما يفكركش بحاجه لايك تير، هنا 2 هنا 1، فيبقى 3 روت كله باور
يا وقعة سودة. يعني أنا المفروض قبل ما أقول براكت باور 2 أفكر شوية، يمكن الراجل ده ينفع أعمله سمبليفاي، أبسطه أسهله علي إن أنا هعمل فاكتورايز. طب ما خطرتش في بالي خلاص عليه العوض هتحل بالطريقة دي. طب أنا ما بعرفش، يبقى آخر حاجة الجيل التكاوي هكتب كل ده في الكالكوليتر وهيديني الأنسر. تعال بقى نروح للجميلة الحلوة دي، هنا 2 روت 2 ودي روت 2 يبقى 3 روت 2. برضو عايز تدخلها في الكالكوليتر وتجيب الأنسر انت حر، عايز الباور تعمله ديستريبيوت وتوزع انت حر اهو. وال3 باور 2 ب 9 ودي تديني 2 لان السكوير تكنسل السكوير روت فتخرج ال2 وفي الاخر 18. يجي طالب بعد ما يتفرج على الفيديو يقول طب وانا ايه اللي انا اعمله ده كله، ما انا هدخلها في الكالكوليتر وبرضه هتديني 18. ده الجيل الجديد وانا كل ده لسه هتعب فيه. نقول تاني طريقة ان انا هعمل اكسباند وافك. ناس تانية تقول طب وانا ممكن دي اعمل لها سمبليفاي بقت ابسط، لما بسطتها بقى عندي الفورم دول لايك تيرم، بدل ما كانوا حاجتين بقت حاجه واحده واقدر اطبق عليها كده. ادي مسالتي، وزي ما بقول لكم يجي طالب غلبان يا عيني ما يعرفش يعمل حاجه يقول لك يا مستر بعد اذنك انا هدخل كله في الكالكوليتر. تعالوا كده نشوف فكره ثانيه. الراجل الجميل ده بيقول لي اكس ايكوال ذن واداني براكت جواه اكس اول باور 2 وبيقول لي كمان انا عندي 2 انسرز. طيب يبقى لازم نتعلم، هنمشي واحده واحده في المساله. يا عم الحاج انت هنا طالما اديتني فاليو للاكس يبقى انا هاجي في البراكت ده واشيل كل اكس واكتب 5. ده اعمل حاجه اسمها سبستيتيوت. معلش دي اكس باور 2 ايكوال 5، يبقى انا ما ينفعش اروح اعمل سبستيتيوت علشان دي اكس باور 2 لكن دي اكس، فانت هتيجي لدي. ودي كانت اول حاجه بدانا بيها الالجبرا الترم ده، لما يبقى اكس باور 2 ايكوال وانا عاوز اكس فتقول لي باخد السكوير روت، اقول له صح بس عندي فيك حاجه تانية انت ناسيها. اكس باور 2 عشان تبقى اكس تقول له انا معايا 2 سولوشن. طب ايه اللي خلاني فكرت ان المساله دي ناقصه؟ اصل انا ازاي هجيب لك 2 سولوشن؟ لو كانت اكس كانت تديك حل واحد، لكن عشان هي اكس باور 2 عشان تبقى اكس هناخد مين؟ ولما ناخد سكوير روت يديني كام سولوشن؟ بس كده. حضرتك تروح مدخل دي هنا الكالكوليتر مش هيعمل لها حاجه، هيسيبها لك زي ما هي. فبقي دلوقتي لما اجي هنا اقسم، اقسم ليه؟ عشان مره اشيل الاكس واكتب روت 5 واكمل، واجي في المره الثانيه اكتب نيجاتيف روت 5 واكمل. همشي معاك واحده واحده في المساله دي. الراجل الجميل ده قال لك اكس باور 2 ايكوال، يا اكس باور 2 ما بشتغلش بيك، عايزك اكس، يبقى هاخد السكوير روت. باخد سكوير روت يبقى عندي 2 سولوشن بوزيتيف ونيجاتيف. وطالما الاكس بقى عندها 2 فاليوز بوزيتيف ونيجاتيف يبقى انا بقسم مسالتي حتتين، مره الاكس بتاعتك بوزيتيف روت 5 والمره الثانيه نيجاتيف روت 5. بمنتهى البساطه، حابب دول كلهم دخلهم في الكالكوليتر انت حر، عايز تقول روت 5 وروت 5 بتو روت 5 اول باور 2 انت حر. هنا ده نيجاتيف وبوزيتيف يكنسلوا بعض، يبقى هنا في اجابه ايه؟ صباح الخير. ده نيجاتيف وبوزيتيف يبقى الاجابه ايه؟ يا حبيبي دول زي بعض، واحد نيجاتيف والتاني بوزيتيف يبقى كام؟ يبقوا كام؟ ده زيرو يا بابا والله ده زيرو. امال انا اديتكم تشحنوا ليه؟ ده انتوا اللي شحنتوا ولا عملتوا، ما علينا. وهنا برضو اقدر ادخل في الكالكوليتر تديني الانسر دي 4 ودي 5 تديني 20. مساله ما فيهاش مشكله انتوا بس. تعالوا كده نروح على فكره جديده اسمها
كونجكت. بس قبل ما هناخدها افكرك بالاديتيف انفرس. اديتيف انفرس فاحنا اتفقنا نعمل تشينج للساين، يعني البوزيتيف يبقى نيجاتيف والنيجاتيف يبقى بوزيتيف. طب يا مستر لو كانوا حاجتين تقول له هعمل تشينج للساين للفيرست وكمان للسكند، يعني الراجل ده الاديتيف انفرس يبقى نيجاتيف 2 بلس روت 2. هو ده الاديتيف انفرس اللي درسناه من جريد 6. باي باي. خدنا بعد كده كبرنا شويه ملتيبليكتيف انفرس في بريب 1، ان انا لو معايا اي اوفر بي اعمل فليب ومن ملعبش مع الصايب. بناء عليه بص بقى الجديد السنه دي شغل الراشونال. لو انا اديتك روت 2 تعالى يا عم هات لها الملتيبليكتيف، تقول لي اي هول سواء بقى كان راشنال الراشنال هو اوفر كام؟ تعالى نعمل له فليب يبقى 1 اوفر، ما ينفعش تسيب لي دي الانسر. ده مش كده وبس، السؤال ده لو تشوز مش هتلاقي الانسر. فبنقول بقى الجديد بتاعي ان لو سمحت كل ما تلاقي سكوير روت في الدينومينيتور لازم تعمل ملتبلاي، وعشان ده لوحده فبنعمل ملتبلاي للراجل ده. طب يا مستر انا ما بعرفش، خد لي الوان على الروت 2 دخلها في الكالكوليتر هتدي لك الانسر طلعت كام؟ روت 2 اوفر 2. ادي ادي بدايه شغلك. طب هو ده اللي انا هيقابلني؟ برضه لا. بدايه حبيبي شغلك بقى الكونجكت. الراجل الجميل ده لو انا قلت لك 2 ماينس روت 3 وعايز الكونجكت بتاعها هغير الساين اللي بينهم. هنتعلمها في سكندري 1 ان احنا هنقول في حاجه اسمها ريل وحاجه اسمها ايماجينري. طب انا السنه دي مش سكندري 1 فغير الساين اللي بينهم. يعني لو قلت لك روت 3 ماينس روت سوري بلس روت 2 عايز ايه؟ تعمل ايه؟ اغير الساين اللي بينهم فتبقى 2 بلس هنا تبقى روت 3 ماينس بس كده. اه طب معلش ايه بقى ايه الصداع في الكونجكت؟ بص بقى حبيبي الكونجكت بقى وظيفته انك كل ما تلاقي مثلا حاجه بالشكل ده، كل ما الاقي مثلا حاجه بالشكل ده اهي، المهم ان انا لقيت كونجكت نمبر راشنال والراشنال او الاثنين الراشنال كل ما الاقاهم في الدينومينيتور ما اشتغلش. طب امال اعمل ايه؟ لازم الدينومينيتور دوت يبقى راشنال يعني يبقى هول يبقى انتجر. طب اعمل ايه عشان اخليه كده؟ ده الجديد بتاع بريب 2. حضرتك اول ما تلاقي الفورم ده في الدينومينيتور هتقول هعمل ملتبلاي اب اند داون في الكونجكت بتاع الدينومينيتور. كل ما الاقي الفورم ده في الدينومينيتور هعمل ملتبلاي اب وداون في الكونجكت بتاع الدينومينيتور. ايه الكونجكت بتاع ده؟ 3 3 ايوه كده واب وداون اهو. تعالى بقى نقول الاهم. حضرتك بعد كده بتتلخبط في الاكسباند، فلو سمحت دي الستبس اللي هتكتبها بعد كده للطالب اللي هو بيتبرجل لما هيلاقي روت ويلاقي نمبر. يا اما تاخد ده كله على بعضه من غير الكونجكت وتدخله لي في الكالكوليتر، يا اما خد الاثنين. بس انت كده عملت الستبس اللي انا عايز احس ان الطالب بتاعي فاهم. يبقى انا هاخد دول لو انا نسيت الكونجكت وهجيب لك الانسر. ادي الشغل الجديد بتاعي. اي نو اتفقنا دلوقتي كل ما الاقي فراكشن في الدينومينيتور بتاعي بدا بروت وبعدين نمبر او روت ومع روت او نمبر وبعدين روت بينهم بلس او ماينس في الدينومينيتور ما اشتغلش. طب امال اعمل ايه؟ تقول لي هعمل ملتبلاي اب وداون في الكونجكت بتاع الدينومينيتور. طيب
تعال نشوف الكلام ده هنا. انا بقول لك اكس ايكوال كذا، هل الاكس هنلعب معاها ونقول مالتبلاي اب وداون في الكونجكت؟ ها؟ ازعل منك؟ لا لا لا. ليه؟ عشان ما فيش دينومينيتور. بس يبقى الاكس الفورم ده انت جاهز وابن حلال، ما عنديش دينومينيتور. طيب تعال نشوف الواي. يا واي هسيبك زي ما انت ولا هلعب معاكي؟ ليه؟ في الدينومينيتور عندي كونجكت نمبر. طب هتعمل فيهم ايه؟ مالتبلاي اب وداون في الكونجكت. يبقى انت هتسيب الواي، سيب الاكس، وادي بدايه الحل واي ايكوال ادي 3 روت 5 ماينس روت 2، وهقول مالتبلاي وهشتغل اب وداون. ها؟ روت 5. ايوه شكرا، اب وداون. نرجع بقى نقول تاني بعد كده حبيبي، انت كده عملت الستبس، خد ده بس، ده بس دخله في الكالكوليتر يلا وبسرعه. لما جبنا الانسر لقينا الانسر روت 5 بلس روت. لازم بعد ما جبت الواي من غير دينومينيتور تعمل ايه؟ تعمل كومبير، تقارن بين الفاليو بتاع الواي والفاليو بتاع اكس. ايه اللي انت ملاحظه؟ زي بعض، بس الديفرنس فين؟ الساين اللي بينهم. طالما الديفرنس في الساين اللي بينهم يبقى ايه الريليتد بتوين اكس وواي؟ ان هم كونجكت. وادي يا مستر البروف ذات وشكرا. تيجي تقول له كده يبقى then x y are conjugate number، بس كده. ايوه حبيبي، بعد ما تتعب وتخلي الاكس والواي مفيش دينومينيتور ممكن يسالك سؤال تاني، طب هات لي الفاليو بتاع اكس بلس واي، تروح واخد دول جنب بعض وتعمل بلس الدرس القديم، طب عايزهم ماينس برضو الدرس القديم، طب عايز دي باور 2 دي باور 2 الدرس القديم، طب عايز دي بلس دي اول باور 2، كل ده الدرس اللي احنا بدأنا بيه واتدربنا عليه. ده سؤال حبيبي امتحان بيبقى عليه 4 ماركس، يعني سؤال مهم، سؤال مضمون، تدرب نفسك كل يوم وتقول كل ما الاقي الدينومينيتور سكوير روت اعمل مالتبلاي في الكونجكت. بتكتبها ستيب وناخد درجتها. ناخد الراجل الجميل ده هو لوحده بس في الكالكوليتور يديني الانسر بتاعته. لو قلت لك بروف ذات في الالجبرا ما تتخضش. انا بقول لك اكس واي كونجكت، كونجكت يعني زي بعض في كل حاجه اكسبت الساين اللي ما بينهم. ده نص السؤال، حب يهزر يطلب حاجه من دول، سؤال بقول لك اهو فور ماركس، ما ينفعش غير انك يوميا تتدرب عليه. حبايبي عندي نقطة دايما الطالب بيتسرع فيها، انه لما يقول له اكس ماينس واي اول ما تلاقي في سؤاله ماينس اكتب الفيرست زي ما هو، يعني انا هكتب روت 7 بلس روت 3، لكن لما اجي اللي بعده اعمل الماينس واعمل براكت واخد الفاليو بتاع الواي اهي. ليه؟ تقول له عشان الماينس دي هتعمل تشينج للساين، فاجي في خطوه جديده روت 7 وادي روت 3، الراجل ده بوزيتيف يبقى نيجاتيف، الراجل ده نيجاتيف يبقى بوزيتيف. بعد كده الم اللايك تيرم، ده روت 7 وده نيجاتيف روت 7، يكنسلوا بعض. دايما هتلاقي الكلام ده؟ ايوه دايما هتلاقي الكلام ده. فتبقى لي روت 3 وروت 3، هنا مع 1 وهنا مع 1 تبقى الانسر 2 روت 3. طب لو كان اول باور 2 يبقى انت بعد كده هتيجي تعمل ده اول باور 2. هنقول تاني بالراحه، ادي اكس ادي واي، عايز ماينس بكتب الاكس لكن اجي الواي اعملها بتوين براكت برانثيز، يعني ليه؟ عشان الماينس دي بتعمل لدول تشينج للساين، بوزيتيف يبقى نيجاتيف، نيجاتيف يبقى بوزيتيف. بعد كده تفتكر الكلمه بتاعت لايك تيرم، روت 7 بدور على اللي زيه، طب ده طلع بوزيتيف ونيجاتيف يكنسلوا بعض، لكن ده روت 3 وده روت 3 زي بعض في الساين، ده مع 1 وده مع 1 يبقى 2 روت 3،
طب لو عاوزها باور 2 تبقى تيجي بعد كده تعمل all باور 2 وتدخل كله في الخلاط all the